السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل مشكله عكس الارقام والكلمات وعدم تناسق الارقام بين الكلمات في وورد. مثل ما تشوفون هذا الرقم، هذا الرقم صار العكس او صار فيها عدم تناسق بين في وورد. كيف تحل هذا المشكلة؟ ايضا الحروف من راح لليسار، بدل ما يكون على اليمين راح على اليسار. كيف تحل هذا المشكلة؟ الطريقة جدا سهل، كل ما عليك انك تروح للمكان او تحدد النص كاملة بهذا الطريقة، كنترول A راح تحدد النص كاملة. الحين كل ما عليك انك تضغط على من هنا هذا الخيارات، تختار هذا الخيار، هذا الخيار. بعد ما تختار هذا الخيار راح يرجع النص او الكلمات الى اليمين. بهذه الطريقة تم حل المشكلة الاول. المشكلة الثانية هو ان الارقام ظهر عكس، لان الارقام لازم تظهر هنا ظهر هنا، مثل ما تشوف ان الارقام لازم يكون هنا ظهر هنا. كيف تحل هذا المشكلة؟ ايضا حلها جدا بسيط، تروح لهذا الخيار. نفس ما تشوف عندك اليسار عندك اليمين، انت تختار اليمين. اول ما تضغط على اليمين اوكي بهذه الطريقة. الحين اضغط على هذا الخيار مرة ثانية، خلاص بهذه الطريقة تم حل المشكلة. شوفوا لاحظوا كيف تم ارجاع الرقم بهذه الطريقة. تقدر تعدل عليها على حسب بما يناسبك، وبس. هذا هو طريقة نقل الأرقام من اليسار واليمين، حل مشكلة عكس الأرقام وأيضا عكس الكلمات وذهابها إلى اليمين بدل اليسار. وبس هذا هو. من هنا تتحكم في النص، وأيضا هنا هذا الخيارين تتحكم في النص اليمين واليسار وتعدل على الأرقام. وبس هذا هو المقطع يا شباب. طبعا في شروحات، في حلول أخرى، طبعا حل مشكلة الأرقام العربية عكسها، يعني بدل ما يظهر 1 3 عكس. كيف تحل هذا المشكلة؟ الرابط في الديسكريبشن، هناك حل أخرى وحل جميع مشاكل عكس الأرقام في وورد. ادخل الديسكريبشن في الرابط واقرأ التدوينة كامل، في حلول ومشاكل أخرى للأرقام العربية والترجمة. وبس هذا هو المقطع. إذا يكون مقطع اضغط لايك الفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.